ذهبا ولبانا ومرا. المجوس قدموا للمسيح ذهبا ولبانا ومرا، فهل أنت أيضا تقدم أثمن ما عندك؟ أثمن ما عندك هي نفسك وقلبك أيضا. ايه اللي انت بتقدمه لربنا؟ لا تقل كيف اقدم الذهب واللبان والمر كأنها اشياء خارجة عنك، ابدا. تقدم حياتك كذهب، حياتك كلبان، حياتك كمر. قدم للرب شيئا، قل له في هذا اليوم: أنت يا رب قدمت من أجلي كل شيء ولم تعوزني شيئا من أعمال كرامتك، أنت أخليت ذاتك من أجلي وأنت قدمت ذاتك من أجلي وأعطيتني حبك وقلبك وأعطيتني جسدك ودمك وأعطيتني عهدا بيني وبينك، فعلى الأقل أقدم لك شيئا مع هؤلاء المجوس. بيقول: يا ابني أعطيني قلبك. قلبك هو الذهب وهو اللبان وهو المر وهو نبع المشاعر كلها ونبع العواطف كلها، والله ينظر إلى قلبك ويقول: ها هنا موضع راحتي إلى أبد الأبد، ها هنا أسكن لأني اشتهيته.